الدبابة. نموذج دبابة عسكرية ذات برج ضخم يناسب هذا النموذج السير على جميع التضاريس بفضل مساره المجنزر. يصدر نموذج صوتا مشابه لضجيج عمل المجنزرات وصوت تحويل البرج ورفع المدفع وهدير المحرك، ما يعطي شعورا بالمزيد من الواقعية أثناء اللعب. اللعبة مبهجة للأطفال والبالغين أيضا من عشاق المعدات العسكرية. المروحية الرباعية. كواد كوبتر مذهلة مناسبة للاستخدام في الطقس الجيد. الطائرة مصنوعة من مواد مستديمة عالية الجودة. مع هذه اللعبة يمكنك الاستمتاع ليس فقط بالتحكم المثير للاهتمام بواسطة جهاز التحكم عن بعد، ولكن بالتصوير أيضا. فالطائرة مزودة بكاميرا عالية الدقة، معها لن تفوت أي لحظة وستشعر وكأنك طيار حقيقي. تكفي الشحنة الواحدة لبطاريات الجهاز اللعب لجولة كاملة. الشاحنة مان. نسخة مصغرة متطورة للغاية من الشاحنة مان. النظام أوتوماتيكي تماما كما في الشاحنة الحقيقية. إذا قمت بقلبها رأسا على عقب فسوف تكون قادرا على رؤية كل شيء بعينيك. الشاحنة مثالية لجميع عشاق قيادة الشاحنات، فهي تجلب الكثير من المرح للأطفال والبالغين لساعات طويلة. الطائرة المقاتلة. لعشاق الطائرات الحربية نقدم لكم هذه الطائرة المقاتلة المثيرة والتي تتميز بحجمها الكبير وقدرتها على المناورة. مع هذه الطائرة يمكنك القيام بالعديد من الحيل المثيرة للاهتمام في الهواء بفضل سرعتها العالية، حتى أنه من الصعب على الأطفال الصغار التحكم بها. أما بالنسبة للبالغين فكل رحلة جديدة ستكون بمثابة مغامرة حقيقية. تتميز الطائرة أيضا بتصميمها الجميل ورسم سمك القرش المطبوع على مقدمتها يمنحها مظهرا عدوانيا. يمكنك أيضا خفض جناحي الطائرة كما في النموذج الحقيقي. مركبة التضاريس الوعرة. سيارة ضخمة ذات 8 عجلات مثالية للسير فوق كل أنواع التضاريس. تتكون المركبة من العديد من القطع القابلة للإزالة، وهي مطلية باللون الأحمر الساطع ما يساعدها على الاندماج مع البيئة المحيطة. تساعد العجلات الكبيرة المركبة على التغلب على العوائق والعقبات بسهولة كالأحجار وغيرها. تحتوي المركبة أيضا على المزيد من العناصر الزخرفية القابلة للإزالة كخزان الوقود والأسلاك المختلفة والخطافات وغيرها الكثير. السيارة الرياضية. لعشاق السيارات الرياضية السريعة نقدم لكم نموذجا مصغر لسيارة السباق الأسطورية فورد جي تي 40. يعود تاريخ هذه السيارة الكلاسيكية إلى فترة الستينيات من القرن الماضي. بالطبع لا يتحرك النموذج بنفس سرعة السيارة الأصلية، فوفقا للمطورين تبلغ سرعة القصوى للنموذج 50 كم/ساعة، وهي سرعة أكبر كثيرا من السرعة الكافية للعب. مع هذه السيارة المدهشة ستشعر كأنك متسابق حقيقي. تويوتا لاند كروزر. لعبة غير عادية، وهي سيارة تويوتا لاند كروزر مصغرة للوهلة الأولى تبدو وكأنها سيارة حقيقية. تحتوي اللعبة على جميع التفاصيل الموجودة بالسيارة الحقيقية كرقم السيارة وشعار الشركة والمصابيح الأمامية ومصابيح الإشارات وأكثر. اللعبة مثالية لعشاق السيارات، حيث يمكنهم اللعب بها واستخدامها أيضا كديكور أو ضمها لمجموعة تذكارية منزلية. مركبة تمهيد الطرق. آلة تمهيد طرق صغيرة يمكنك استخدامها لتمهيد الطريق. نظرا لحجمها فالمركبة غير قادرة على التعامل مع المساحات الكبيرة، ولكنها تؤدي مهام صغيرة بكفاءة عالية. للمركبة مظهر غير عادي، وجميع التفاصيل من الصعب تمييزها عن النموذج الحقيقي، حتى أنها مزودة بمصباح برتقالي في الأعلى. هذه اللعبة بالتأكيد هي ما يحلم به جميع محبي الألعاب ذات التحكم اللاسلكي. القارب الصغير. لعبة مصممة خصيصا من أجل تسلية عشاق وسائل النقل المائي، وهي عبارة عن قارب صغير مصنوع من مواد عالية الجودة ومصلي بألوان مختارة بشكل جيد. تشتمل المجموعة على جهاز تحكم عن بعد. عند شرائك هذه المجموعة فسوف تحتاج لشحن القارب لبعض الوقت، ومن ثم تطلقه في بركة السباحة الخاصة بك. يمكنك أيضا إنشاء عوائق ليدور القارب حولها من أجل زيادة جرعة المغامرة والمرح. اللعبة
جديرة بالاهتمام وقادرة على منحك مشاعر إيجابية وحنين لمياه البحر. الروبوت زيوس. لعشاق جيل الروبوتات نقدم لكم هذا الروبوت المقاتل زيوس، والمصمم خصيصا لخوض المعارك. الروبوت مزود بالعديد من التقنيات في جميع مكونات تصميمه تقريبا. قوة وسرعة تأثير الضربات جيدة بشكل كافي لهزيمة الخصم. يمكن التحكم باللعبة بواسطة وحدة تحكم لاسلكية. يعد المطورون أيضا بتزويد النماذج المستقبلية بالذكاء الاصطناعي كالرؤية الحاسوبية والتحكم الصوتي. الشاحنة الصغيرة. شاحنة بيك أب بأربع عجلات ضخمة تعتبر بمثابة هدية رائعة للصغار والكبار. يمكنك أيضا إزالة الهيكل الرئيسي للعبة ومشاهدة ما بداخل السيارة، لذا فإنك لن تلعب بالشاحنة الصغيرة فقط، بل سوف تتعلم الكثير عن تصميم هيكلها أيضا. تسمح لك العجلات الضخمة بالتغلب على العديد من العقبات، ويساعد مقص الصدمات على الحفاظ على توازن الشاحنة. يمكن للمركبة أيضا التغلب على المستنقعات المائية الصغيرة. وحش البنزين. بالتأكيد سوف تنال تلك اللعبة إعجاب جميع عشاق السيارات الضخمة. يعمل هذا الوحش الصغير بالبنزين، لذا فتخلق السيارة جوا خاصا في أي مكان، حيث يمكنك الاستمتاع باللعب وسماع صوت المحرك لتعيش جو السباقات مع السيارات الأخرى. تصميم اللعبة يشعرك بالقوة، وهو تصميم عبقري ويروق لعشاق السرعة والتحديات. الغواصة. لمحبي الاستكشاف تحت الماء نقدم لكم هذه الغواصة المذهلة. ستحول تلك اللعبة رحلتك إلى الشاطئ إلى جولة حقيقية في أعماق البحار. يمكن لتلك الغواصة النزول بالكامل في الماء أو الطفو على السطح. اللون الأصفر الساطع والضوء الوامض في الجزء العلوي من الغواصة يجعلها مرئية تماما. تعمل اللعبة عن طريق جهاز تحكم عن بعد، حيث يمكنك التحكم في وظائفها بسهولة. مركبة أورال. نموذج مصغر من مركبة أورال 4320، وهي شاحنة تسير على 6 عجلات. استخدمت تلك المركبة من قبل القوات المسلحة الروسية حتى عام 1998، حيث كانت تستخدم في نقل الأشخاص والبضائع. يقوم النموذج المصغر هذا بجميع الوظائف المذكورة، ويمكنك التحكم به بواسطة جهاز تحكم عن بعد. إذا كنت من محبي المعدات العسكرية وقهر التضاريس الوعرة، فإن هذه المركبة تعتبر مثالية بالنسبة لك. الشاحنة سداسية العجلات. نقدم لعشاق الشاحنات وحشا حقيقيا سداسي العجلات. مع هذه الشاحنة لن تواجه أي مشكلات مع النتوءات أو المستنقعات الصغيرة، فهذا الوحش قادر على المرور فوق التضاريس الوعرة وغير المستقرة دون بذل أي جهد. إذا كنت ترغب في القيادة على الطرق الوعرة واستكشاف المنطقة بأكملها حول منزلك أو حتى أثناء السفر، فتلك الشاحنة ستكون مناسبة بالنسبة لك، ويمكنك أيضا تقديمها كهدية لأصدقائك من عشاق هذا النوع من الشاحنات. المدرعة. نموذج لمدرعة M16 مضادة للطائرات ذاتية الدفع، لها مسار مجنزر يمنحها القدرة على المناورة فوق الأسطح غير السلسة. النموذج مزود بمقعدين للركاب في الأمام، بالإضافة إلى مساحة كبيرة في المقصورة الخلفية، حيث يمكنك وضع أي عنصر أو حتى جندي إضافي. هيكل المدرعة مزخرف بالنقوش والرسومات العسكرية، ومزود بالأدوات الضرورية كالمجارف والفؤوس وخزان الوقود أشياء أخرى. الشاحنة العسكرية. شاحنة عسكرية مذهلة تحتوي على لوحة تحكم. اللعبة قادرة على نقل أغراض ثقيلة مقارنة بوزنها، فضلا عن قدرتها على التغلب على العقبات كالأليات العسكرية الحقيقية. سوف تكون تلك الشاحنة بمثابة هدية عظيمة لأي طفل يحلم بشيء كهذا، أو لأي شخص بالغ من عشاق المعدات العسكرية. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات اي من الالعاب التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد اعجبتكم اكثر وترغبون في شرائها. ولا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا ايضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.